السلام عليكم ومرحبا بكم متابعيني. وصفة اليوم راح تكون وصفة نوع من أنواع الشوربة اللي هي شوربة العدس الأحمر. راح نديروها اليوم على الطريقة التركية، يعني شوربة العدس الأحمر شوربة بنينة ياسر وصحية أيضا، وتحضيرها سهل جدا. ونروح إن شاء الله نبدأ في طريقة التحضير ومع المقادير. عندي في المقادير كاس تاع عدس أحمر، الكاس ليها 250 مليلتر، وعندي طنا بصلة كاملة، وعندي كعبة تاع بطاطا وكعبة السنارية. البطاطا تكون صغيرة الحجم والسنارية تكون متوسطة. مغرف كبيرة ملح، شوية فلفل كحل وفلفل أحمر، وعندي طنا قطعة من صدر الدجاج. نبدأ بالخضر هما الأولين. نقطع البطاطا تاعنا والسنارية إلى قطع صغيرة مكعبات كما تشوفوا، ومن بعد نبدأ طريقة التحضير. نحط الزيت تاعنا في البرمة اللي راح نستخدموها ونخليه يسخن شوية. كي يسخن الزيت نحط له البصلة كما راهي. أنا نفضل نحط البصلة كما راهي باه نقدر نعاود نحها قبل ما نرحي الشوربة تاعي، لاني نحب البنه تاع العدس الاحمر ديك تكون واضحه في الشوربه ما تاثرش على حاجه اخرى او بنه اخرى. نخليوها تتقلى شويه، ومن بعد نحطوا قطعه الدجاج تاعنا. هنايا الدجاج ولا اللحم يعني اختياري، كما تحبوا تستخدموه ولا تحبوا ما تستخدموش. يعني انا ننصحكم انه الدجاج يوالمها خير من اللحم هذه الشوربه. نخليهم يتقلاو شويه. من بعد كما تشوفوا الدجاج كيتقلى مليح والبصل، نزيدوا العدس الاحمر تاعنا. نحطوا له الملح والبهارات تاعنا اللي هي فلفل كحل وفلفل احمر، نخلطوهم شويه. نحطو طنا مغرف صغيرة تاع الزبدة. الزبدة اختيارية بصح يعني تزيد لها في البنة تجي بنينة. بعد نخليهم شوية يتقلاو، ومن بعد نزيدو لهم الخضر تاعنا اللي هي البطاطا والسنارية. البطاطا ماذا بيكم كما قلت لكم تكون صغيرة الحجم والسنارية متوسطة. خلطوهم مليح في بعضاهم، ومن بعد تخليهم يتقلاو شوي ما بين ما تغليو الماء اللي راح تمرقوا به البرمة. ومن بعد كي يغلي الماء تمرقوا به البرمة تاعكم. هنايا الماء ماذا بيكم تحطوا ماء مغلي ما تحطوش ماء بارد. حطيت انايا فايت يعني لتر ونص تاع ماء. ومن بعد كي تمرقوا البرمة تاعكم تحطوها تطيب. اذا طيبتوها في برمة عادية تخليوها تطيب يعني تغلي واحد ساعة هكاك حتى العدس تاعنا يعني يدوب خلاه والخضر يطيبوا مليح. انا هنا راح نطيبها في طنجرة الضغط او الكوكوت. كي طيبوها في الكوكوت تخليوها غير 15-20 دقيقة ما تزيدوش، يعني تطيب على الكيف. وكما تشوفوا الشوربة تاعنا بعد ما طابت يعني هذاك العدس يدوب خلاه ما يقعدش يبان، والخضر تاعنا تانا كيف كيف يطيبوا مليح. نحيو البصل تاعنا. هنا البصل اللي حاب يخليه في الشوربة تقدروا من الاول تقصوه يعني قطع صغيرة وتقليوه مع الدجاج كما تحبوا نتوما. ونحيو تانا قطعة الدجاج، ومن بعد نرحيو الشوربة تاعنا. هنا اللي ما عندهمش باه يرحيو الشوربه تقدروا من الاول السناريه والبطاطا ترابيوها ما تقطعوهاش قطع صغيره. كي ترابيوها طيبوها مليح يعني يذوبوا مع العدس ما يعودوش باينين. وهذه الشوربه تاعنا يعني صايي تكون وجدت هكا، يعني شوربه العدس الاحمر شوربه صحيه جدا. والعدس الاحمر عندكم خفيف مش كيما العدس الاخر.
طريقة تحضيرها سهلة، ما تطلبش وقت ياسر، وكيف كيف ما تطلبش يعني جهد كبير. كي تسربيها ماذا بيكم تسربيها مع القارص، باسكو القارص يولمها ياسر في البلة، وتانا تقدروا تذوبوا شوي زبدة وهي سخونة هكاك، تحطوا لها شوية فلفل وتحطوه من فوق في الشوربة تاعكم. وهذه هي الوصفة تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. اللي راح يجربوها نقولها من ضرب بصحتكم، كي تجربوها ما تنساوش تخليوا لي كومونتير بقى نشوف كيفاه جاتكم. والى اللقاء في الفيديو الجاي ان شاء الله.